قال ملح رجل قبلت كي شرعي وحا للمح وكمرنا مدو قلت دوالة وهو مغنى مقال العاصمة الأبادة في الدوين وأن شغلت أصيح حتى شغلي أنت أن أكون مغنين وشغل في عام أدو قمح بدل وبنتي وقتي كي دعكف على الأردن نوصل قبصان أي لد أي واحد أربها عدو كوة وحي كشغي هناك موشن كان بلس حقيقة ضبطة أمريكا كان وحوا يسير على أركتان إلى عيدين وحا إلينا عتاقنا وحر إلى عتاقنا وح اللي بالنا دولة قبلت كهي الشرق لما أنا اللي بالا حين أو أنا قوسي جيسي سيدا أو أنا المقع عيسو سدحان شاقد أو أنا بحوا هاي دوكومنتي المقع أو أيضا أليم قرني فرطة ماشا مالتا أجنا شغل قبلت وحوا يا مرك موشن كلك يعني إيو وحا ليري قعان وايو والغنى وانا انت هو بادل وانا وحكم الدرام سببتنا وحيتنا وحا لديبيهي ودستورك أولا قف كليبيه دولة قعان سامينا بارلمان انت هرف ريستو حلي بالنا مرنه كرو قعانا في بيه مدى الله بعض وحيتها حال هي النظام أي النقر دولة قبل هذا حال دستوركم الجارة يا الله وح وعنا وحيتها هي حراسات كمان موشن كمرك الله جاك هنا من حوينا أولا من حوينا مرك موشن الله جاك هنا دستورك يكون قرنتا قدر بدر لو بصوت أحسن كم وحنا هين واضح كم تلا قدر بدرش يا جو آمين شر قدوم يقدر يفلنت أي برلمان كأي أحد أنا جو آمين أنا قدر بدر دستوري صحيح موشن كارونا حد يا هاي لا نهرجينا يا برلمان أنت مرك الله وحوى المددة موشن كعتكي سلقاني وطبعاً ما موضوع انت أصول ساسوعك عدة موشنك لغاك حتى يتعي مدحوين حتى يتعي رئيس الوزارة موشنك أو صحيحة أيها قعدت لغا ساراي موشنك أنا لغاك أيضا ما يشبه كنت وعنوكنا هاي شلي ماهي الدرع مال الأفراد مال الشراد مال السقالات مال الرمان اللغة الرمان أرنكم معها وحواي در هذا لك يا لي شلي تنا ولا عدي يا لي شرعي كسر هرج أنت وغير شرع وغضب غضب كلا والله حوا وها مدحوين ريدي كسر لحن هي اللحن حل بالنا ذي العين اللي تاعينه نبغى نروح اللي بارنا أقوسي سفيرين دعانك عندك أفكي لك ويدي هوبيا إلى وها شغف كل هاي وقولي لحظة هي اللح اللي بان مركا عاد كدر تانح اللي بان أنا هلكا تاقا ايه قوانكو دو عدية ايه أنا وحا شغبو لهي وحا لغباتي رضا صوهر تاهو لحظة هي اللح مياء ما سمعها ايا أسو عاشو بطبع حقيق دو معه حقيق دو وحاو ويكفو تاهيتا حقيق دو وحيتا واحد اللي يسكت ده واحد 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 اللي يراه ده أفجم دي ما مو إسلام إلا أفجم ديو سيشرع ترى ماشي على قطور اللي يراه ده ما مو كذا أنا وبرجوين أو ماشي اللي يراه ده وجوهر إلى مرتين ولا حاجة ترى هوا يراته شرع جديد الصور كله يلا واحد واحد تلفونك عايا وحواي أرنت خصاب سن موشن ما دام أي تاي وحكة مدران يا كتب يا يوم قبلنا بارلمان كسر قدومي سن تولد يقول لطي جويلة هذا سن شرعي دولد صومالي وبرو كله قوم كرت الدقمة هذي سما فقصرين. أنا شرعي كنت ملا. أنا قص كشغيله.
degmaha laga dhiga haddii kalena yaa muushan yaa raba inuu muxuu ahaa madaxweynaha muushan ka keena anaa shir guddoominaya ayaan leh ayadoo keligeed joogtaa waa sharci darro. degmahi iraan aan ka samaynayna leh cid aan ama shabeellaha dhexe kuwa aan ka samayn doonnale cid aan annaga ku laaluushayna oo ma jirto jaweel degma ma noqon karto muushan waxaa soo haa guulo burta waa beled weyn waa beled qadiima waa beled magac waa la wada degan yahay reerka ku badan iyo reeraha degan intaba waa la yaqaana in beledkii marka reerihii deganaa ee aan looga badnayn ee meesha ku noola inay markooda guddoomiye degma ka noqdaan in la yidhaahdo waa dagaalamaynaa waa buuqayna ayaduna waa qaybo sharci sababta oo ah degmada waxaa xaq u leh cid walba oo deegaanka u dhalata shalay haddaad guddoomiye degmo ka ahay maanta guddoomiyihii degmada cid kale hadday noqoto inaad la shaqaysaan ee madaxweynaha saa sameeyey madaxweynaan muushan ka keenayn sheekooyinkaas sheekooyin raqiisa balse waxaa dheer siyaasado kale oo xamalka jira siyaasado kale oo xamalka jira oo aan dowladda federaalka ah isku khilaafsan waxyaabaha laga shaqaynaaya waxyaabaha raalliga looga yaho ee uga aamusan tahay dowladda federaalka waxaan inay sharci darro yihiin iyadoo ursoon ayaa wax kale ma ahan waxa weeye xaaladda soomaaliya guud ahaan la soo wajahday ee siyaasadda arrimaha dibadda marka la yidhaahdo waa mid aad u culus annagu dal baan nahay waxaan leenahay xiriir soo jireen ah waxaan la leenahay waa sacuudiga waxaan la leenahay waa imaaraadka waxaan la leenahay waa masar laakiin in waddan hadda saakin aynaan xiriirkeennuba uusan aad u xoogganayn aadna u yahay waddamadii dalkan isaayeed garab taagnaana aanan waxuu ahaa ka mid ahayn in saakin la yidhaahdo dhexdhexaadan ka noqonaya aniga waxaan u arkay inay qalad tahay sababtuna wax kale ma ahane waxa weeye sacuudi arabiya soomaalida ku nool ayaa shacabka u dhashay qadar ka badan imaaraadka carabta hantidii dalkeenna iyo ummaddeenna iyo shacabkeenna qoota masar waa ogtihi xiriirka soo jireenka oo aan ahay in marka siyaasad miisaama laga shaqeeya lama samaynina go-aanno fudud ayaa laga go-aanadaas haddaan marka aniga anoo madaxweyne hir shabeella madaxweyne mas-uul soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna tala kul haddaan u arkay inay arrinkaas arrin lagu qaldan yahay madaxweynihi waa naga hor yimide marka aan ciddii ku kacayso oo idil aan taageerno ayadana dastuurka hala soo maro ciddii la rabo hala taageere 66 coda aniga iridee 66 cod hala keeno iska casishay oo idil axsaan ay noo soo gisay kuwo ka tayo badan ayaa joogo baarlamaankana ka tirsan oo xilkaa bedelay kuwa aan ognahay inay hadda ayagu aysanba muxuu ahaa ku fashilan yihiin xilkii ahaayeen lala soo gaaray waqtigii lala xisaabtami lahaa xilkan inay wixii isbeddel u baahanna waa la samaynayaa degmooyinka shabeellaha dhexe ay u baahan tahay waa la samaynayaa waxaynan yeeli doonin ummadda deegaankan ku dhaqan inay noqdaan kuwo al-shabaab u dacwooda oo maxkamad u doonto sida beledweyne maxkamad shareeca islaamigaana waa furaynaa oo ummadda ciddii dacwo isu qabtaa ee shareecada islaamka rabta in lagu kala saaro siisan ugu baahan inay meelo kale aado waa la socodnaa xamaraa la aadaa juharaa la aadaa beledweynaa la aaday alxamdulilahi maanta beledweyne cid u baahan inay qolo kala raadsato si loogu garsoonaaho ma jirto sababto a kitaabka ilaahay ayaaba lagu xoogaa juhar saasay noqon doontaa balcad sidaasay noqon doontaa degmooyinka oo idinu saasa waxaan rabaa nimanka mu'aamarada ka shaqaynaya
waxaan u soo marnay hirshabeelle sideeda baa la ogyahay, waxaan juhdi soo gelinay baa la ogyahay. Idinkama yeeday hirshabeelle inaa burburisaan, burburinna waxay ka bilaabataa sharcigoo lagu tuurto, waxidna kama qaadan doono.